وردي، صباح الفل على الناس كل، ان شاء الله الناس كل تكونوا بخير وعافيه. اعطيكم في فيديو جديد وفي يوميات جديده باش نبداوها بفطور الصباح. واليوم باش نعطيكم هكا ايدي ولا حاجه تنجموا تعملوها باش يبدا نهاركم فيه طاقه، ما غير ما ناكلوا الخبز وما غير ما ناكلوا النشويات اللي تاثر لنا على صحتنا. اما نبداو عنا الانرجي المهمه. اليوم باش ناخذوا الياغورت، مانيش باش ناخذوا الياغورت اللي فيه قطع من الغلة، ولا باش ناخذوا الياغورت الناتوريل باش نوريكم كيفاش نكهو. نجيو للغلة اللي نحبها. شفتوا كل لون المحلية ولا الغلة نحبها على الاخر، انا على الاخر على الاخر هي الكاكي، بنينة 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 على الاخر، وبليس فيها برشا معادن. نجم تعمل صحفة من هكا وتقعد على طول النهار تاكل فيها، ما تحسش بالجوع بالكل بالكل بالكل. بعد ما كملت الفطور وخليت الشحنة والطاقة اللي لازمتني، سخطو انا غبت عليكم هنهارينا ذوما، راسي كان يوجع فيا على الاخر من عرش البرد ولا فريمون من نقص الاكسجين من كثر ما نحطه في الماسكيرينا. الله وعلم ما حسيت وجيع، حبيت نرتاح شوية ورجعت لكم في الطاقة والنشاط. دونك اول حاجه نعملها هي الحقيقه انا نخمل الساله كما قلت لكم، وجه الدار والكوجينه. البيوت نجم نخملهم حتى العشيه، اما المهم نبدا الساله والكوجينه هما مخملين، ونطيب هكاك الفطور وباش الصغار يروحوا يلقاو الفطور طايب، والساله هكا باش يقعدوا فيها والكوجينه انا تقعد لي معناها راكحه. وبعدك نجم نخمل البيوت الاخرين. كما تعرفوا ولدي الكبير يقرا في البيت الاخر، معناها البيوت الاخرين خملهم هما والكلوار نخملهم في العشية. دونك هذه هي النتيجة النهائية، البيت منظم بأقل مجهود وبأقل وقت زيادة، خاطر سورتو ليميت هذوما واحد يجري مع الوقت جريين ويحب الحاجات هكا تكون نظيفة ومنظمة في أسرع وقت، وزيادة ما غير ما يبذل مجهود ولا يبذل برشا وقت. زيادة الفطور اليوم باش يكون في التيم هذايا في أقل وقت باش ننظفوا دارنا، والرسايت باش تكون هكا رسايت متاع نهار الجمعة سهلة مهلة، مي مغذية وزادة مش تيطا وقت الشيوي ششتي. باش نعملو خبز الملاوي، عندي برشا ما طيبتوش، باش نوريكم كيفاش. عندي بالحق انا والله توا ساعة من زمان باش نطيب فيها ونعمل فيها كل شيء. دونك كيفاش باش نبدا، كيفاش باش ننظم وقتي في ساعة من زمان باش نطيب حاجات تشوفوا معناها بنين ومغذيين ومشتهيين، الحاسيلو انه عدت كلها فيهم اما في اقل وقت، جست شوية نظام وكها. اليوم الفطور نتاعنا بوسك عندي ساعة من زمان هكا هو لازم نطيب فيها الفطور. دونك عملت الملاوي، ملاوي صغار يحبوها سخونة، وبوسك نهار الجمعة هكا معناها نص نهار فرس يروح وريان يقراهوني. دونك عملت الملاوي هذيك
بالسميد، وباش نقول لكم باش تجي هكايا معناها فريتي وكل شيء، حطوا شويه خميره خبز باش تجيكم هكايا. شوف طوب عليك باش نوريكم. ولهنا باش نعمل قلايه زعره. كيما تشوفوا حطيت اللحم قاعد بخار، حطيت اللحم قاعد يتسمط لي توا بالكدا، وبعد جيست هكا نعمل به القلايه نوريكم كيفاش. وفي الماء نتاع اللحم هذاك البويون هذاك باش نحط الخضره لهنا معاهم، وبعد نعملها سويع نظم منه ومنه. وهذا الخبز قريب يطيب والفطور قريب يطيب. كيما تشوفوا هذايا القلاية نتاعنا هي طابت، نزيلي ربع ساعة بالضبط، وهذيا الخضرة نزل شوية زيت شوية ملح وكلها قلتها. دونك هيك لا سهلة سريعة تعملوها كي تبداو مجهودين. كيما قلت لكم انا ساعة من زمان عملت هذوما، نجم نكون تسوي خبز هنا قلت لي خليني نعمل خبز اللي هم يحبوا. إذا طيبتوا بالكدا بالكدا راهو اللحم، والبويون هذاك نجم تعملوا به شوربة، راهو كان عندكم أكثر وقت نجم تعملوا به شوربة فيه الخضرة وفيه طعمة اللحم وفيه البويون تاع الخضرة. دونك خليها هكا توا في الكسرونة نتاعها، نسكر عليها وكل شيء دوبا نسخنها وكهو. وتوا جاي وقت السبور، وقت ماشي باش نجيب ولدي من المدرسة خاطر يخرج نص نهار نهار جمعة ما يقراش دين. ودونك فطوري طيبتو ومعناها حتى نفسيتي مرتاحة، كي نمشي ونتفرج في الطبيعة ونرجع نحط لهم الفطور. يبدا هكا دوبا جمرتو لقيتو سخون، ديجا الخبز لقيتو والله سخون على الاخر. هذه هي القلايه كيفاش تجي من غير زيت خاطر طيبناها في الماء وكل شيء. هذه الخضره السوتي زاده من غير زيت ما حد شيء ما خاطر طايبه، جوست هكا شويه زيت زيتونه وكل شيء، حاجه بنينه وعلى الاخر. سخطوا البطاطا الصغار يحبوها على الاخر هكايا. وهذه الهروس عملت لكم فيديو نهار القبل ان شاء الله غدوي كنهبط لكم الفيديو، حبيت نسبق هذايا. دونك وهذه الملاوي البطل نتاعنا اليوم هذايا ملاوي، تصور انسان تستصعبوها. انا هاني وريتكم في نص ساعه طيبت ابن ملاوي واحسن ملاوي شوشه وبنينه على الاخر. وصحه لكم. وتوا باش نعملوا بسيسه خاطر البسيسه اللي عملتها وفات. دونك باش نعملها مختلفه شويه على اللي عملتها المره اللي فاتت، ونخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. دونك بسيستنا اليوم عنا لوز، عنا لهنا 150 غرام لوز عرجتهم، 150 غرام فريوة عرجتها، عندي لهنا 100 غرام جلجلين ومعهم القلوب هذايا 50 غرام كيكا، معهم 50 غرام شوفان عرجت وزيادة كلهم عرجتهم، و 50 غرام عدس أحمر، معهم 50 غرام هذايا حمص نشريه الباكو معناها مرحي كل شيء وريتكم المرة اللي فاتت. ولهنا لفاح جوست عندي برتقان وبسباس وشويه حبه حلاوه، بعد باش نضيف لها شويه نعناع ناشف. دونك اول حاجه وهما سخان هكا نبداو نرحيو بالحاجه بالحاجه، نبداو هذوما بعضهم متركش باش نخليه، وهذا الاخراني يخرج الزيت، الاخراني يخرج الزيت خليه هو الاخراني. اللوز توم بعديو احنا مرتين جس نحط كما توا تشوفوا. بعد ما رحينا المكونات كلها رحيناهم بالكدا بالكدا، ها هما و
وهذه بسيستنا بعد ما رحناها ورحنا جميع المكونات هكية وحطينا فيها مغرفتين سكر الاسمة الهذية ورحناها مع خاطر الهذية احرش شوي. طبعا باش نعملوها بزيت زيتونة هكا هو باش تصبر لنا حط زيت زيتونة مخلط بيسكو الجلجلين تلقى الزيت نتاعو معناها ديجا عندنا الزيت وحتى اللوز يطلق الزيت نتاعو. وهذه هي البسيسه نتاعنا شفتوها كيفاش تجي صحيح كيما نكيت نجمو تعملوهم عبيبدة احنا نسميهم عبيبدة بسيسه معناها كور كور وتحطوهم في دبوزه. دونك ان شاء الله عجبتكم بسيست المكسرات والشوفان مارفي تعطيتكم زاده نوع من البسيسة وهذا نوع اخر. المهم اللي فما الفايده في اكل المكسرات وبيان سور عوضنا القمح والشعير بحاجات اخرى. وهذه هي وصفة البسيسة. قلت خليني نودكم بحاجة هكا نقاوموا بها هالبرد هذي موجة البرد اللي جاية اون بليس نجمو تقدموها راهو في اشكال مزيانة برشا لصغيراتكم حتى عندكم دي بيبي هكا نتاع عامين ثلاثة سنين تعملو لهم هكا كيما قلت لكم كرات كرات صغيرين ويجيو بنين وبنين على الاخر ولا هكايا هذي نعملو هكايكا لرجالنا قبل يمشيو يخدمو هكا باش ما تقعدوش تقوموا على الصباح وتطيبوا في القهوة اكسيتيرا حاجة بنينة ومغذية. وبالافكار هذو ما نقول لكم ان شاء الله نلقاكم في خير وعافيه ان شاء الله نلقاكم في افكار جديده بيان سور تنجم تعاونكم في طاقه من التحفيز وفي افكار زيادة هكا نتعاونوا مع بعضنا باش نقدموا القديم كما ديما نقول لكم وان شاء الله الوصفات سورتو تجربوهم تخليولي في الكومنتات عجبوكم ولا لا. بسلامه.